صراحة مخوف والله. الله يرحمك. كافي يلا اخرج دعك وروح اعمل هاي الجهه. يلا بسرعه يا بطل. يلا هاش قد هاش قد يلا يلا بطل. حفكم الله يخليكم والله صار لنا سنتين شعلوا ابو ابونا. اصابه خفيفه ماكو شيء ماكو شيء كله بخير. امان رزاق السجن جيب الاعداد ما تسوي تحرك. دير بالك بالحزام الناسك زين في شاب شرفت فيها ابن الكلب. انتظروا شو ايدي احنا مكشوفين ارجوك. سجن كمال شو مكشوفين ارجوك. سنان انت زين؟ زين 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 مكشوفين كمان مكشوفين. يا جماعة صار على الجهة الثانية خلف هاي البنايات. صرنا قريبين سيدي. روح انا وياك. شباب ظلوا هنا من الحماية ما شوف الدواعش الأغبياء. شيخ حمد شردون سيدي يا نجم اليوم. اي نجم بعد راح نسوي بهالطريقة ماشيين. فارسة 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 حركوا مالك يوم انا افضيكم. سنان تقوم علي على اليمين امن المنطقه زين ماشي. كاوه وليد وياي امشي.
جوز بعد ما تخلصين عليهم كليتهم ماشي؟ حبوا سلاحكم وشربوا مي؟ طيب شوي مي وزع لهم. ها سيدي شلونكم؟ ايه ترامادول يقدر يستعمله؟ يقدر سنان يقدر مشكور. دافين تقدر تتحرك سنان؟ يلا يلا ايش اسوي؟ وانت منو؟ انا واحد من ولا ما حد بيكم كان يقاتل في الشراسة ويعاني بهذا الجزء من المدينة لو مات كواحد شي صحيح انت مش قاعد تقوله من كل عقلك؟ مش قاعد هذا الرائد جاسب ليه راح ناكل وحل وليد ثلاث شوارع هسه وضحت الأمور؟ هذا صوتي قلت بس ترجع على مود الشباب خلفون أطفال هواية أطفال هواية مرت أمير ماتت بالسرطان بس ابنه الحمد لله رأي جاسم كان عنده عائلة
كلهم كانوا مجرمين قبل لا يصير داعش حتى ينضموا الرائد. ما عندنا وقت حياة. ابنك شكلتي بعد منه.